بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي. بنكمل إن شاء الله معاكم الجزء الثاني من الأحماض الكربوكسيلية أو الأحماض العضوية. احنا اتكلمنا في اللقاء السابق عن ما هي الأحماض العضوية والخواص الفيزيائية وما إلى ذلك. النهاردة هنتكلم عن خواص الأحماض العضوية أو الأحماض الكربوكسيلية الكيميائية. طبعا لكل مادة كيميائية لها خواص كيميائية في تفاعلاتها. الأحماض الكربوكسيلية لها خواص تخص مجموعة الكربوكسيل. طبعا احنا عندنا أي جزيء عضوي يا شباب بيتكون أساسا من مجموعة فعالة وبقية الجزيء، فالمجموعة الفعالة هي الأهم في التفاعلات الكيميائية. بقية الجزيء ممكن يتفاعل، ولكن احنا ليس علينا هذه الخطوة الآن، ولكن خلينا نتكلم عن الخواص الكيميائية للأحماض الكربوكسيلية خاصة بمجموعة الكربوكسيل. هنقسم مجموعة الكربوكسيل إلى ثلاث أجزاء. مجموعة الكربوكسيل يا شباب زي ما احنا اتفقنا قبل كده ان فيها مجموعة هيدروكسيل ومجموعة كربونيل، عشان كده سموها كربوكسيل زي ما اتفقنا المرة الماضية. مجموعة الهيدروكسيل دي فيها جزئين، جزء هيدروجين وجزء اكسجين، فهنتكلم عن الخواص الكيميائية اللي تخص هيدروجين، أيون الهيدروجين الموجود في مجموعة الهيدروكسيل، وأيضا هنشوف خواص مجموعة الهيدروكسيل كوحدة كاملة، الهيدروجين ومعها الأكسجين. أيضا هنتكلم عن خواص أو الخاصية التي تخص مجموعة الكربونيل. احنا عندنا ثلاث أجزاء زي ما احنا اتفقنا في مجموعة الكربوكسيل، ذرة هيدروجين مجموعة الهيدروكسيل، ومجموعة الهيدروكسيل كوحدة كاملة، ومجموعة الكربونيل اللي موجودة في مجموعة الكربوكسيل. خلي بالنا الحقيقة الكتاب كاتب الخاصية التي تعزى إلى مجموعة الكربوكسيل. كل التفاعلات الثلاثة دول يخصوا مجموعة الكربوكسيل، لكن في تفاعل خاص بمجموعة الكربونيل اللي احنا هنتكلم عنه اللي هو الاختزال. تعالوا نشوف كده واحدة واحدة الخاصية الحمضية اللي بتعزى إلى أيون الهيدروجين. احنا اتفقنا في الكحولات في خاصية حمضية بتظهر عند انفصال هيدروجين المجموعة الهيدروكسيل على هيئة بروتون. هنا في الحمض طبعا أكتر، لأن احنا لسه في اللقاء السابق قلنا إن الأحماض الكربوكسيلية أكثر حمضية من الكحولات، فبالتالي هنا أولى أن يكون أيون الهيدروجين يثبت حمضية الأحماض الكربوكسيلية. فإذا مجموعة الكربوكسيل يا شباب عندنا COC رابطة مزدوجة O، ثم الكربون مرتبطة بذرة أكسجين، والأكسجين مرتبطة بهيدروجين، والكربون نفس اللي هي تخص مجموعة الكربوكسيل ترتبط بمجموعة ألكيل أو مجموعة أرين، يعني يا اما حمض اليفاتي يا اما حمض اروماتي. اذا التفاعل هيخص مين؟ هيخص ذره هيدروجين مجموعه الهيدروكسيل او ايون الهيدروجين الموجب بقى. يبقى عشان اثبت حمضيه الكحولات الاحماض الكربوكسيليه، تفاعل مع الفلزات النشطه زي ما احنا شفنا مع الكحولات، شفنا تفاعل الكحول مع الصوديوم ميتال مع معدن الصوديوم. هنشوف تفاعل مع الهيدروكسيدات، وده مش موجود في الكحولات لان الكحولات حمضيتها ضعيفه جدا فلا تتفاعل مع الهيدروكسيدات. ايضا هنشوف التفاعل مع البيكربونات او الكربونات، ده طبعا بيزيد عن الكحولات التفاعل الثاني والثالث. الكحولات كانت بتتفاعل مع الافلزات النشطه زي الصوديوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، لكن في الأحماض الكربوكسيلية بنزيد عليهم لأن أحماض أقوى حمضية من الكحولات، وبالتالي تتفاعل مع الهيدروكسيدات
ومع البيكربونات أو الكربونات. بالنسبة لتكوين الإصرات اللي هو التفاعل اللي بيعزى إلى مجموعة الهيدروكسيل أو اللي بتسببه مجموعة الهيدروكسيل كاملة مع الهيدروجين، طبعا تكوين الإستر اللي هو التفاعل مع الكحولات، وده شفناه في الكحولات وهنشوفه تاني في الأحماض اللي هي تجربة الأسطرة. تفاعل الاختزال بيعزى إلى مجموعة الكربونيل، يعني كربونيل لا يحدث لها اختزال، بدل ما هي كربونيل هتبقى حاجة تانية. يبقى الحمض إما ألفاتي يا إما أروماتي، وهنعمل التفاعل مع الهيدروجين في وجود عامل حفاز علشان أعمل اختزال لمجموعة الكربونيل. هنشوف الكلام ده إن شاء الله النهاردة. أولا خواص تعزى إلى أيون هيدروجين اللي هي الخاصية الحمضية إزاي؟ أول تفاعل هنعمله مع التفاعل مع الفلزات النشطة، ونشوف طبعا لما مع الفلز النشط بتكون ملح زي الكحولات، لما فاعل حمض كربوكسيلي مع فلز نشط زي المغنيسيوم زي الصوديوم زي البوتاسيوم على طول يتكون ملح. لو أنا بدأت بالأحماض الألفاتية هنشوف الحمض الألفاتي زي الأسيتيك أسيد، حمض الخليك أو حمض الإيثانويك، ده حمض الأسيتي لو فعلته مع المغنيسيوم مثلا هتلاقي ايه اللي بيحدث؟ ان المغنيسيوم طبعا قلنا هيحل محل الهيدروجين الموجب في الحمض، فاحنا قلنا ان الهيدروجين اللي موجود في الحمض ده في مجموعه الكربوكسيل بيخرج على هيئه بروتون، والمغنيسيوم بيحل محله يعني يخرج هيدروجين، لان طالما المغنيسيوم هيطرد الهيدروجين من مجموعة الكربوكسيل، طالما هطرد الهيدروجين هيخرج طرد الهيدروجين من مجموعة الكربوكسيل يخرج جزيء هيدروجين. جزيء الهيدروجين فيه ذرتين هيدروجين، ده كان عندي هيدروجين واحد، طول بالك هنزل المعادلة دلوقتي. طيب اذا لما المغنيسيوم يحل محل الهيدروجين يبقى المفروض CH3COOMG، لان MG حلت اللي هي المغنيسيوم حلت محل الهيدروجين. طب ليه بقى الكل اتنين؟ ليه CH3COO الكل اتنين؟ لان المغنيسيوم ثنائي ومجموعة الاسيتات دي ما اسمها مجموعة الاسيتات احادية، فكل ذرة مغنيسيوم عشان تتعادلها عايزة مجموعتين يعادلوها. يبقى هنا يا شباب لما اجي اظبط المعادلة بقى، لان انا عندي خرج من التفاعل جزيء هيدروجين ذرتين هيدروجين، يعني لكن انا بادئ بذره هيدروجين واحده في المتفاعل اللي هو الاسيتيك اسيد او حمض الاسيتيك، يبقى لازم اضع اثنين في المتفاعل، والناتج H2 زي ما هو لانه خرج عندي اثنين بقى هنا في المتفاعل اثنين. طيب والاسيتات بقت اثنين ايضا، يعني اثنين في الناتج وفي المتفاعل، المغنيسيوم ذره واحده وفي الناتج ايضا ذره واحده. طب مع الأحماض الأروماتية، إيه الأحماض الأروماتية دي؟ فاكرين؟ زي البنزويك في أبسطهم، حمض البنزويك هناخده كمثال، هنفعله مع مين؟ مع المغنيسيوم أيضا، أو مع الصوديوم، أو مع البوتاسيوم، والأسيتيك أيضا ممكن نفعله مع الصوديوم أو البوتاسيوم، هنفعله مع المغنيسيوم أيضا، يبقى إيه اللي بيحدث؟ المغنيسيوم يحل محل مين؟ الهيدروجين، وبعدين يخرج هيدروجين، ثم المركب ده اسمه بقى ده كان اسمه اسيتات المغنيسيوم، هنا اسمه بنزوات مغنيسيوم لان دي مجموعه البنزوات. طب ليه مجموعتين بنزوات؟ لان المغنيسيوم ثنائي زي ما قلنا ومجموعه البنزوات دي احاديه، فكل ذره مغنيسيوم محتاجه عشان تتعادل محتاجه يعني مجموعتين من البنزوات، يبقى لازم اضع اثنين في المتفاعل قدام حمض البنزويك عشان يخرج ذرتين هيدروجين في الناتج اللي هو الجزيء الهيدروجين، وعندي هنا بنزوات مجموعتين، يبقى اذا انا عدلت المعادله وظبطتها فاتوزنت المعادله. يبقى يا جماعه طالما الحمض بتفاعل مع المغنيسيوم يثبت حمضيه الحمض. طب ايه اللي يثبت حمضيه حمض الاسيتيك؟ تفاعله مع المغنيسيوم، وتفاعله ايه مع ايه كمان؟ نمرة اثنين مع الهيدروكسيدات. زي ايه؟ طبعا ما تتكون املاح برضه، ما احنا شفنا ملح اسيتات المغنيسيوم
وشفنا بنزوات مغنيسيوم ده ملح. ايضا لما الهيدروكسيدات تتفاعل مع الاحماض بتعطي املاح، ملح زائد قاعده بيعطي ايه، عفوا حمض زائد قاعده بيعطي ملح ومي. تعالوا نشوف الاحماض الالفاتيه، هذا حمض الخليك يتفاعل مع هيدروكسيد صوديوم مثلا او هيدروكسيد بوتاسيوم ايا كان، يبقى اذا الاو اتش من الحمض، فاكرين التفاعل ده برضو عملناه مع مركبات اخرى، ولكن دائما الاو اتش بتاخد هيدروجين الحمض. ليه؟ لان الاو اتش بتاع هيدروكسيد الصوديوم بتخرج على على هيئه ايون هيدروكسيد مع هيدروجين الموجب من الحمض يخرج جزء ميه. طيب الهيدروجين دي خرجت اللي موجوده في الحمض، مين هيحل محلها؟ الصوديوم. الصوديوم بيحل محلها، يعطي مين بقى؟ اسيتات صوديوم، مركب ده اسمه اسيتات صوديوم. محتاج وزن؟ لا مش محتاج وزن، لان انا عندي ذرتين هيدروجين في المتفاعلات، واحده في الاو اتش وواحده في الحمض، يبقى اتش 2، وعندي اكسجينيه واحده من مجموعه الهيدروكسيل مع في مركب هيدروكسيد الصوديوم، فخرج اتش 2 او. مجموعه الاسيتات واحده، وهنا مجموعه الاسيتات واحده، بادئ بصوديوم واحده وانتهيت بصوديوم واحد. يبقى اذا في الاحماض ارومتي نفس القصه بالضبط بنفس التفاعل، بس ده اروماتي وده الفات. يبقى نفس الكلام هنكرره تاني في الحمض الكربوكسيلي الاروماتي اللي هو حمض البنزويك. الاو اتش هتاخد هيدروجين الحمض وتخرج على اي جزء ميه، وبعدين الصوديوم يحل محل الهيدروجين البدول، حتى بسميها هيدروجين البدول في الحمض، يعطي ايه مين بقى؟ بنزوات ولا اسيتات؟ يعطي بنزوات صوديوم. ده ايضا يؤكد حمضيه الحمض. يبقى تفاعل كم تفاعل دلوقتي يؤكد حمضيه الحمض؟ تفاعلين، تفاعل مع الفلزات النشطه، تفاعل مع الهيدروكسيدات. التفاعل الثالث مع الكربون مع البيكربونات، برضه بتتكون الاملاح. يبقى خلي بالك الثلاث تفاعلات بتكون ايه؟ املاح الحمض المقابله. عظيم. الاحماض الالفاتيه، مين البيكربونات دي؟ بيكربونات صوديوم يا اخي، بيكربوناته، بيكربوناته الموجوده في البيت دي بيكربونات امونيا، لكن اللي موجود اللي في المعامل اللي هو بيكربونات صوديوم او كربونات صوديوم، يعني ممكن بيكربونات صوديوم او بيكربونات او بيكربونات امونيوم او بيكربونات بوتاسيوم، لكن الصوديوم هي ارخصهم وابسطهم واكثر تواجدا، فبنفعلها على طول مع بيكربونات الصوديوم او كربونات الصوديوم. بيكربونات الصوديوم المجموعه دي اسمها ايه؟ NaHCO، اسمها مجموعه البيكربونات. في يا جماعه شق قاعدي في الملح، لما يكون عندي ملح زي بيكربونات الصوديوم او كلوريد الصوديوم، في شق قاعدي وشق ايه اللي هو الشق السالب يعني، وفي شق موجب او شق موجب كاتايون. يبقى في انايون وفي كاتايون. الانايون بتاعي اللي هو مين؟ ايون الكربونات، وده ايون سالب ده. وعندك ذره هيدروجين موجبه في الحمض زي ما شفنا في هيدروكسيد الصوديوم، لو اتش سالبه وهيدروجين الحمض موجبه فبيخرج جزء ماء، لكن هنا بيكربونات انايون، انيون بيكربونات، بياخد الهيدروجين الموجب بيخرج على اي حمض اسمه حمض الكربونيك اللي هو H2CO3، وهرجع له دلوقتي. وبعدين الصوديوم يحل محل الهيدروجين. شفتوا دايما قبل نقول الصوديوم يحل محل او المغنيسيوم يحل محل الهيدروجين، يعطي مين بقى؟ برضه يعطي ملح، ها، اسيتات الصوديوم. امال ايه حكايه البيكربونيك الكربونيك اسيد ده؟ الكربونيك اسيد ده ضعيف جدا جدا، اول ما يتكون يتكسر على طول، بيتكسر الى ميه وثاني اكسيد كربون. فاذا الناتج مجمل الناتج ما تيجي تكتب المعادله هنكتبها اسيتات صوديوم زائد سي اي 2 زائد اتش 2 او. مفيش داعي تكتب الحمض الكربونيك. يعني انا كتبته علشان اوضح لك المساله ازاي، لان حد هيسالني يقول لي الله ده دي مجموعه بيكربونات، طب ازاي طلعت سي او 2؟ هو بيتكون فعلا كربونيك اسيد، فور تكونه بيتحلل وتفكك الى ثاني اكسيد كربون ومي. نشوف الكلام ده في الاحماض الاروماتيه برضه، اه نفس الكلام بالضبط، ما احنا اتفقنا
اللي يتم في الاحماض الكربوكسيليه الالفاتيه يتم في الاحماض الاروماتيه الكربوكسيليه. تمام، نفس الفكره بالضبط، يعطي بيكربونيك الكربونيك اسيد، والكربونيك اسيد ده بتفكك الى ميه وثاني اكسيد كربون، وبعدين الصوديوم يحل محل الهيدروجين بحمض البنزويك ويعطوا بنزوات الصوديوم. يبقى حمض زائد ملح بيكربونات بيعطي برضه ملح زائد CO2 زائد H2O. يبقى كم تجربة تؤكد حمضية الحمض؟ ثلاثة. يعني لو قال لك كيف تتأكد أن الحمض له حمضية أو تتأكد من حمضية الحمض، قل له هفعله مع ثلاث مركبات، مع الفلز النشط ومع هيدروكسيد أو أي هيدروكسيد ومع ملح البيكربونات أو الكربونات. أما تأكيد حمضية الكحولات بيتم بواسطة تفاعله مع الفلزات النشطة فقط. يبقى الحمض بيزيد إيه؟ تفاعلين عن الكحولات لإثبات حمضيته. تعالوا نشوف كده مجموعة الكربوكسيل. الكلام ده قلته المرة اللي فاتت في اللقاء السابق لكن بقوله تاني. حمض الكربوكسيل يا جماعة أو أي مجموعة كربوكسيل بتبقى بالشكل ده. دائما ناخد منظرها كده، شوف مجموعة كربونيل اهي. مجموعة الكربونيل تكون من ايه؟ من ذرة كربون تسمى كربون الكربونيل، واكسجين اسمها اكسجين الكربونيل. لان مجموعة الكربونيل مجموعة غير مشبعة فيها رابطة ثنائية، الرابطة الثنائية دي بتبقى شيفتد او مزاحة ناحية الاكسجين اكتر، لان هي رابطه ثنائيه اللي هو الاثنين الكترون باي بيجيبوا في اتجاه الاكسجين اكتر، لان الاكسجين اعلى سالبيه كهربيه. يبقى لازم تخرج على الاكسجين شحنه سالبه جزئيه. خلي بالك بقى لما الكربون دي فقدت الكترون الرابطه بتاعها اللي مع الاكسجين، فعايزه تعوض، عايزه تبقى متعادله، تقوم تعوضها من الاكسجين اللي جنبها. طبعا ايوه الاكسجين بتسحب، ولكن في هذه الحالة لأن أنا عندي مجموعة سحبة فبتخلي الكربون تعوض من الأكسجين بتاع مجموعة الهيدروكسيل. طيب ما مجموعة الهيدروكسيل أزالة أكسجين الهيدروكسيل دي بينقص عليها الإلكترونات، تقوم تعوضها من الهيدروجين، تسحبها جامد من الهيدروجين، يبقى تخلي الهيدروجين دي موجبة أكتر، تخرج على هيئة أيون موجب بسهولة، تبقى عليها دلتا بوزيتيف كاملة، دلتا يعني شحنة موجبة جزئية كبيرة، ده استقطاب الرابطة في الأوتش في الأحماض. أما في الكحولات، والكلام ده احنا قلناه المرة اللي فاتت برضه، دي مجموعة ألكيل يا شباب، دي مجموعة هعلم لكم عليها بقلم بحيث إن نبقى واخدين بالنا إن دي مجموعة ألكيل وليست الآر فقط. أنا كاتب دي الآر مع سيتش تو عشان أوضح لك دي مجموعة الكيل كاملة ودي مجموعة الكيل واحدة. ممكن اكتبها ار سي اتش 2 برضه، ولكن هنا انا قاصد السي اتش 2 عشان اقول لك ده كحول، لان الاو اتش دي مجموعة الكربينول لو انتم فاكرينها يعني. يبقى اذا مجموعة الكربينول دي فيها او اتش، الاكسجين اعلى سالبية كهربية من حاجتين حواليها، الكربون بتاعت مجموعة الالكيل والهيدروجين اللي بتاع مجموعة الهيدروكسيل، بتسحب من الكربون الكترونات وبتسحب من الهيدروجين ايضا. ففي سحبها في هذه الحالة من الهيدروجين اضعف من سحبها في حالة مجموعة الكربوكسيل في الاحماض. ليه؟ لانها بتسحب مرتين، تسحب من الكربون وبتسحب من الهيدروجين. لكن هنا العكس، هنا الكربون بتسحب من الاكسجين، وبالتالي الهيدروجين كمان تسحب منها الاكسجين الكترونات، تبقى خروج الهيدروجين موجب في حالة الأحماض عالي جدا أعلى من الكحولات. عشان كده بنقول الدلتا بوزيتيف اللي موجودة على الهيدروجين في الكحولات صغيرة عن اللي موجودة في الأحماض، يعني الهيدروجين موجبة أكتر في الحمض. عشان كده هنقول إيه؟ الأحماض الأروماتية الكربوكسيلية أكبر أقوى عفوا حمضية من نزارتها الألفاتية، لأن الرابطة أو اتش في مجموعة الكربوكسيل مستقطبة بقوة أكبر بسبب وجود مجموعة الكربونيل، لأن دي مجموعة
الكيل، ومجموعة الالكيل في الأحماض الكربوكسيلية بيعطي مجموعة الأحماض الكربوكسيلية الألفاتية فيها مجموعة الكيل بتعطي مجموعة، يعني مجموعة دي لو ألفاتية اللي هي الار دي بتعطي الكترونات لكربون الكربونية. أما في الأروماتية الحالة البنزين بتسحب فبتخلي الأحماض الأروماتية أعلى حمضية من الأحماض الألفاتية. هقول الكلمتين دول تاني، دي مقارنة بين الكحولات وبين الأحماض. طب لو أحماض ألفاتية وأحماض أروماتية، خد بالك بقى الأر دي إيه؟ مجموعة ألكيلية يعني حمض ألفاتي. طيب يعطي الأر بتعطي الكربون لأن المجموعة الألكين معطية بتعطي إلكترونات، فلما تعطي بتقلل عليها الايه شحنة الموجبة لانها بتعطيها الكترونات، تخلي سحب مجموعة الكربوكسيل دي اقل. لكن في حالة الحلقة الاروماتية ما تكون حلقة زي حلقة البنزين، حلقة البنزين عادة بتسحب من بتسحب الالكترونات من ذرة كربون مجموعة الكربونيل، فسحبها ده بيعمل ايه بقى؟ بيقلل نسبة الالكترونات على الكربون، وبالتالي الأكسجين تتمتع بقى بالالكترونات الرابطة باي، تخلي الهيدروجين دي تخرج بسهولة جدا. يبقى إذا الأحماض الكربوكسيلية الأروماتية أعلى حمضية من الأحماض الألفاتية. تعالوا نشوف ترتيب الأحماض بالنسبة لقوة الحمضية. خلي بالنا بقى دي الترتيب ده في غاية الأهمية، وفي أسئلة لازم يجي في سؤال ليه؟ احنا عارفين ان الاحماض غير العضويه احماض قويه جدا زي الاتش سي ال والاتش 2 ان او 3 والاتش اتش 2 اس او 4، دي كلها احماض غير عضويه، دي اقوى حمضيه. ثم ارتبهم بقى الاحماض الاروماتيه الكربوكسيليه، ثم الاحماض الالفاتيه، لان الاحماض لسه قايلين دلوقتي الاحماض الاروماتيه الكربوكسيليه اعلى حمضيه او اقوى حمضيه من الاحماض الالفاتيه، ثم الفينولات، فينول ده أقوى حمضية من الكحولات وأقل حمضية من الأحماض الألفاتية، بعدين الكحولات، بعدين بقى ممكن مركبات تانية، يعني أي حاجة تانية أقل حمضية من الكحولات. تعالوا بقى نقول يبقى السهم اللي طالع لفوق ده معناه إيه؟ معناه إن حمضية الأحماض غير العضوية أعلى، ثم الأروماتية، ثم الألفاتية، ثم الفينولات، ثم الكحولات. يبقى هنكتب نقول إيه؟ تزداد الحمضية في اتجاه السهم الأهل، اتجاه السهم إلى الأعلى. رتب المركبات التالية حسب ازدياد قوة الحمضية. شوف بقى هذا كم مركب دلوقتي؟ كم مركب؟ هذا 6 6 و3، هذا 3 و3 6. طيب نرتبهم بقى، عايزين نرتبهم. ده حمض إيه ده؟ إيه رقم إيه ده إيه؟ فينول. طب بي فينول هو حمض في نفس الوقت، اللي هو حمض السلسلي. حمض السلسلك ده له ميزه كبيره جدا، في مجموعه كربوكسيل وفي مجموعه هيدروكسيل، يعني فينول وحمض كربوكسيلي اروماتي، واللي جنبه حمض بنزويك حمض كربوكسيلي. نمره دي ده كحول، نمره اي حمض معدني او حمض غير عضوي اللي هو اتش سي ال، نمره اف حمض الفاتي. يبقى عندي حمض الفاتي، عندي حمض غير عضوي، عندي كحول، عندي فينول، عندي حمضين اروماتيين. يبقى مين اعلى في دول حمضيه؟ احنا قلنا هو الاحماض غير العضوي، يبقى مين الاول؟ HCl. طب وبعدين بعدين مين؟ هنشيل حمض الايه السلسلك من المقارنه، حمض ال HCl الغير مع اخر العضوي، ثم حمض الاروماتي، ثم الحمض الالفاتي، ثم الفينول، ثم الكحول. سو اذا في بالنسبه لي اقول بقى ايه، اعمل سهم كده واكتب تزداد الحمضيه في هذا الاتجاه. خواص بقى تعزى الى مجموعه الهيدروكسيل اللي هو تكوين الاستر. فاكرين التفاعل ده مع الكحولات؟ طبعا خدناه، بيتكون الاستر والميه، فاكرينه؟ الكلام ده قلناه في الكحولات، لان المجموعه انه خواص تعزى الى مجموعه هيدروكسيل الكحول. هنا هنقوله ايضا في الحمض، لانه الحمض الكربوكسيلي بيتفاعل مع الكحول ويعطي مين بقى؟ استر. ليه بقى عاملين النجمه الحمراء دي او البنفسجي دي او اللون ده؟ بيميزها الكلام ده، انتوا فاكرينه، قلنا هنميز ذره الاكسجين دي بنظير 18 في الكحول علشان نعرف ان الاكسجين تخرج من الكحول ولا بتخرج من الحمض.
لانها بتخرج من الحمض الاكسجين. لو انتوا فاكرين طبعا الاسئله والتطبيقات يعني كلمنا فيها باستفاضه جدا مع الكحولات، وبستخدم حمض الكبريتيك المركز طبعا عامل نزع للميه. يبقى اذا ايون الهيدروكسيد من الحمض الكربوكسيلي اللي هي مجموعه الهيدروكسيد يعني بتخرج على اي ايون هيدروكسيد مع هيدروجين الموجب من الكحول ويعطيني ميه ثم الاستر. طبعا الكلام ده مقرر يعني، ولكن بيكرروا ثاني. هقول مع الاحماض الالفاتي، هذا حمض الخليج مع الكحول الايثيلي مثلا، هاخد الهيدروجين الاو اتش بتاع الحمض. طبعا هستخدم حمض كبريتيك مركز عشان نزع الميه ومنع التفاعل العكسي. الاو اتش من الحمض مع الاتش من الكحول يخرج جزء ماء، ثم الاستر اللي احنا اتفقنا عليها زمان في الكحولات اسمها ايه بقى؟ ايثانوات الايثايل او اسيتات الايثايل، وده بنسميه استر. الكلام ده ان شاء الله هنشوف تعريف تسميه الاسترات في باب الاسترات. ده مركب اسمه استر، والمعروف الاسترات دي تتميز بريحتها الزكيه، تستخدم للكشف عن الاحماض العضويه، وهنشوفها ان شاء الله في الكشف عن الاحماض العضويه الكربوكسيليه. ما هو لما اقول احماض عضويه زي ما اقول احماض كربوكسيليه. الاحماض الاروماتيه نفس الكلام بالضبط، هو نفس الكلام. ما هو عايزه تحط لنا علامه عشان تعلم الاكسجين علمها، لكن هنا يعني انا بحط علامه امتى بقى؟ لو سئل كيف تثبت ان الاكسجين بتخرج من الحمض ولا تخرج من الكحول. اذا سئلت هذا السؤال تعلم على الاكسجين بتاع الكحول. يبقى اذا بستخدم حمض كبريتيك مركز او استخدم دراي اتش سي ال، ده لنزع الماء ومنع التفاعل العكسي. طبعا الاو اتش من الحمض مع هيدروجين الكحول بيخرج جزء ماء، واسمه ايه بقى؟ اسمها بنزوات الايثايل، وهنعلمها ازاي نعرف تسميها ان شاء الله زي ما قلنا في باب الاسترات. طيب ايه بقى الخواص اللي بتعزى الى مجموعه الكربونيل مش كربوكسيل؟ الكربوكسيل اللي بتعزى عليها ثلاث تفاعلات: حمضيه الكحول الحمض، مجموعه الهيدروكسيل، مجموعه الكربونيل. مجموعه الكربونيل بقى تختزل الاحماض الكربوكسيليه بوصل هيدروجين في وجود عامل حفز مثل كرومات النحاس عند درجه 200. يعني ايه كلام الكلام ده؟ يعني مجموعه الكربونيل دي بعمل لها اختزال. طب هو الاختزال يا جماعه؟ اختزال ادخال هيدروجين او اخراج اكسجين. طب العكس ده، اخراج هيدروجين او ادخال اكسجين. يبقى الهدرجه ان انا بدخل هيدروجين او اخرج اكسجين. طب الاكسده بدخل اكسجين واخرج هيدروجين. تعالوا طبعا هتكون الكحول المقابل، تعالوا نشوف واحده واحده، وهفكركم بتفاعل معين. حمض الاسيتيل، شفت دي مجموعه الكربونيل. مجموعه الكربونيل دي لما اعمل لها هدرجه اضيف هيدروجين في وجود كرومات النحاس عن 200 درجه مئويه بتعطي الكحول ده اللي هو الايثانول. يبقى حمض الاسيتيك لما يختزل بيعطي حمض كحول الايثانول او الايثايل الكحول. وطبعا المفروض اضبط المعادله، هذا اضع 2 هيدروجين قدام جزء الهيدروجين اللي موجود في المتفاعل. الكلام ده هقوله لك بالتفصيل، بس يعني خليني الاول نقول التفاعلات ازاي بتتم عشان اكتب المعادله. ادي حمض البنزوت نفس الكلام بالضبط، بعمل اختزال لمجموعه الكربونيل دي. يعني ايه اختزال؟ يعني بدخل ايه؟ الهيدروجين مكان الاكسجين. ما انا عايز اقول لك حاجه، عند الاكسجين دي فيها كام رابطه بينها حتى دي او دي؟ في كام رابطه بين الكربون والاكسجين؟ رابطتين، واحده سيجما واحده باي. شيل الرابطتين والاكسجين. طيب لازم اضع رابطتين تانيين بس هحطهم سيجما، يبقى هيدروجين هنا وهيدروجين هنا مكان ذره اكسجين واحده. يبقى الاكسجين واحده خدت جزء هيدروجين، يعني ذرتين هيدروجين. شلت الاكسجين وحطيت مكانها هيدروجين. بس احنا هنشوفها ان شاء الله بالتفصيل يعني بالراحه كده. هقول لك بقى، بقول لك انت بتتذكر تفاعل اكسده الايثانول؟ انت فاكر احنا لما عملنا اكسده الايثانول زمان مع الكحول الايثيلي
فاكر التفاعل اهو، مش ده الكحول الايثيلي؟ ده الكحول الايثيلي او الايثانول، هو ده. لما بعمل له اكسده بيتحول لحمض الاسيتيل. فاكرين؟ اوعى تكون نسيت يا سمعه، اوعى تكون نسيته يا علي، الله يخدع عليكم. احنا قلنا الكيمياء العضويه دي متشابكه، شبكه بالظبط، كلها داخله في بعضها. اكسده الكحول الايثانول ده او الايثايل الكحول بتعطي حمض الخليك او حمض الايثانويك. فانا بفكركم بيه، بقول لكم انتوا فاكرينه؟ فاكرين ان في تفاعل اسمه تفاعل اكسده الايثانول او الايثايل الكحول يعني؟ تعالوا نشوف. مش ده الايثايل الكحول؟ ها هو والله هو. دي CH3CH2OH. طب لما كنا بنأكسده بنعمل ايه؟ ده نفس التفاعل ده، هو نفسه اللي انا كنا بنقوله في الكحولات. بعمل ايه بقى؟ بضيف اكسجين. الاكسجين بتضيف بين ذره الاكسجين بين الكربون والهيدروجين جنب الهيدروجين كده، وتعطي مركب غير ثابت لو انتوا فاكرين. وبعدين المركب الثابت ده بيفقد جزء ميه، هيدروجين موجب من مجموعه هيدروكسيل، هيدروجين موجب ده من مجموعه هيدروكسيل، واتش من واو اتش على مجموعه الهيدروكسيل في الاخرى تخرج على هيئه ايون هيدروكسيل، ويفقد جزء ماء وتحول الى اسيتالدهيد. صح؟ عظيم. الاسيتالدهيد بقى بيتعكس التاني، مش قلنا فيه لسه هيدروجين جنب مجموعه الكربونيل اهي، بنأكسده تاني. طب نعمل ايه في الاكسده التانيه؟ فاكر لما قلنا اكسده اولى واكسده تانيه؟ الاكسجين بتدخل فين؟ بينها وبين الكربون، بين الهيدروجين وبين الكربون، وتبقى او اتش عطى الحمض، حمض الايثاني. مش هو ده التفاعل؟ هنا بقى عشان كده اقول لك كيف تحصل على حمض الاسيتيك من الايثانول والعكس. طب انا هقول لك العكس اللي هو اللي احنا التفاعل بتاعنا النهارده، مش هو ده اللي احنا حصلنا عليه؟ هو ده حمض الكربوكسيليك اللي احنا حصلنا عليه اللي هو الاسيتيك. طب تعالى بقى كده، مش دي خدنا عملنا اكسده للاسيتالدهيد اعطاني الاسيتيك اسيد؟ طيب تعالى بقى اضيف عليه هيدروجين، عفوا اشيل الاكسجين بتاع الهيدروجين دي، هشيل الاكسجين بتاع مجموعه الهيدروكسين انا حطيتها في الاكسده، هشيلها اهي، هشيل دي يديني الاسيتالدهيد. طب الاسيتالدهيد ما هو ده اللي احنا واخدينه يا جماعه اهو، هو ده الاسيتالدهيد. طيب وبعدين؟ مش دي رابطه، مش دي كربونيل وفي رابطه ثنائيه؟ يعني ممكن تفاعل اضافه زي اضافه الهيدروجين على الالكينات، يعني تكسر الرابطه باي وتضيف هيدروجين على الاكسجين وهيدروجين على الكربون. تعال نشوف كده. كنا بنقول المركب السابق في الشريحه السابقه ان المركب غير الثابت ده بشيل منه ميه يعطينا الاسيتالدهيد، ده انا مش هشيله، انا هعمل العكس، انا هعمل تفاعل عكسي، ده مركب غير ثابت اهو. اعمل ايه؟ اضيف هيدروجين، اعمل هدرجه، اضيف هيدروجين. انا بعمل هدرجه للاستيلين للالكينات، كنت بضيف على الرابطه المزدوجه، كان بتضيف واحده كربونه هيدروجينها على كربونه وهيدروجينها الثانيه على الكربونه الثانيه، هنا لا نفس الرابطه المزدوجه اضيف هيدروجين على الاكسجين وهيدروجين على الكربون الثاني. ضيف هيدروجين، هذا الهيدروجين ضافت على الاكسجين اهي، الاكسجين الخضراء دي ضاف عليها هيدروجين والكربون ضاف عليها هيدروجين، بقى مركب غير ثابت. طبعا انا مش هنزع منه ميه، ده انا بفسر لك التفاعل يا شباب، مش تفاعل بيبقى مش كده زي ما احنا شفناه، انا بفسره بس كيف تم. ده تفاعل اضافه. وبعدين يا عم، مش هو ده اللي نتج نتيجه إضافة أكسجين على الإيثانول؟ طب ما تيجي نشيل الأكسجين اللي احنا ضفناها دي، هنشيلها اهي، هشيل دي تبقى إيه؟ تعطي ماء الإيثانول. صح يا شباب؟ ده مش عليك. الكلام ده كله علشان نوصل لدرجة الفهم. يبقى كل الكلام ده عكس تفاعل الأكسدة، يبقى الهدرجة عكس الأكسدة. فحصلت على الحمض الايثانويك او حمض الاسيتيك من الايثانول، وحصلت على الايثانول من هدرجه او اختزال الحمض الاسيتيك، وحصلت على الايثانول. يعني استخدمت جزيئين هيدروجين
ليه جزيء يختزل الى الدهيد اللي هو الاسيتالدهيد، وجزيء تاني يختزل الى حمض الاسيتيك، عفوا الاسيتيك بيختزل بجزيئين هيدروجين، واحد هيحوله الى اسيتالدهيد والجزيء التاني يحوله الى ايثانول او الايثايل الكحول. تعالوا بقى ازاي اكشف عن الحمض. احنا خدنا تفاعلين للكشف عن الحمض، احدهم هو اكتر من تفاعل على فكره، يعني انا ممكن اكشف عن الحمض الكربوكسيلي ان انا اخد الحمض واضيف قطعه صوديوم تشوف فيه خروج هيدروجين او مغنيسيوم، لكن التفاعل اللي انا هشوفه كويس قوي تفاعل، اهم تفاعل هو تفاعل كشف عن الحمضيه باستخدام بيكربونات او كربونات الصوديوم، والتفاعل الثاني اللي هو تفاعل الاسطر. الاثنين دول بياخدوا بيستخدموا للكشف عن الاحماض الكربوكسيليه. تعالوا نشوف اول كشف عن الاحماض الكربوكسيليه، هكشف عن الحمض الاسيتيك او اكشف عن حمض البنزوين او اي حمض كربوكسيلي. ده انا هاخد مثال بس. ازاي بقى كشف الحمضيه او كشف الحامضيه اللي هو ايه؟ بيقول لي هفعله مع البيكربونات. ازاي؟ لما بضيف ملح كربونات او بيكربونات صوديوم على الحمض بيحدث فوران ويتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون. مش احنا قلنا لما بضيف البيكربونات على الحمض بيخرج كربونيك اسيد اللي بيتفكك الى ميه وثاني اكسيد الكربون فورا، وهنشوف تفاعل دلوقتي على الفيديو. ثاني اكسيد الكربون ده بتعرف عليه، اتاكد انه زي انه الفوران ده بخرج ثاني اكسيد الكربون، امرره على مي ماء جير زي ما احنا عرفنا قبل كده زمان، بمرره على ماء جير يعكر ماء جير. تعال نشوف التفاعل كده خطوه خطوه. ادى ماء الجير، حضرنا ماء الجير وحضرناه بدري يعني وركناه كده، وبعدين هناخد دلوقتي بقى حمض اللي هو الفينر ده اللي هو حمض الاسيتيك في انبوبه اختبار حوالي 5 مللي مثلا، وبعدين اجهز بقى خرطوم بلاستيك او انبوب ومعاه استاده. الانبوب ده علشان يوصل لي غاز ثاني اكسيد الكربون الى ماء الجير، والسداده دي علشان تقفل ما تخرجش ثاني اكسيد الكربون من الانبوبه انبوبه اختبار، وبعدين اجيب صوديوم بايكربونات او صوديوم هيدروجين كربونات اللي هو بيكربونات الصوديوم، واخد منه جزء صلب. الافضل طبعا التجربه دي باخد جزء صلب، باخد بالمعلقه بتاعه المعمل باخد شويه بيكربونات صوديوم وبعدين اضيفهم على حمض الخليك في الانبوبه. خلي بالك مسكنا الغطاء انه غطي بسرعه لان التفاعل سريع جدا وياخرج ثاني اكسيد الكربون بالبابلز او 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 بيعمل فقاقيع فقاقيع كده. خلي بالك بقى شوف ماء الجير حصل له ايه، بدا يتعكر، فتعكر ماء الجير. يبقى اذا الان ناخد بالنا ده من تفاعل من ضمن تفاعلات التعرف على الاحماض الكربوكسيليه. التفاعل الثاني اللي هو تفاعل الاسطره، كشف اللي هو تفاعل مع الكحولات. هفاعل الاحماض الكربوكسيليه مع الكحولات وتكون الاسترات المميزه براحتها الذكيه، لوائح الزهور والفاكهه تبع نوع الحمض وتبع نوع الكحول. اعمله مع مين بقى؟ اعمله مع حمض الخليك او اعمله مع حمض البنزويك. تعالى بقى نشوف الاول قبل ما نبدا كده هناخد ايه بقى؟ ده ايه؟ الاسيتيك اسيد، وبعدين اخد قدهم ايثانول، اخد قدهم بالضبط ايثانول، وبعدين اضيفهم على بعض واخلطهم كويس، وبعدين انقط عليهم حمض كبريتيك مركز اللي هو نازع للميه ومانع للتفاعل العكسي. ده حمض الكبريتيك المركز. ارج الانبوبه بهدوء كده بحذر لان انا عندي حمض كبريتيك مركز، واقفل الانبوبه الاول وبعدين ارج وبعدين احطها في حمام مائي سخن من 40 ل 60 ويفضل درجه حراره 60، عشان كده الراجل هيستخدم ترمومتر يقيس بيه درجة الحرارة عشان يعني تبقى التجربة ايديال. عظيم جدا. واسخن ونشوف في الاخر ايه اللي هيحصل.
أداة الترمومتر بحيث أنه يؤكد وجود درجة الحرارة عن 60 درجة أو من 40 ل 60 درجة. بعد فترة كده كل حين أروح راجج الأنبوبة كويس أثناء التفاعل وأكمل التفاعل تاني. رجها ده مهم لأنه بيخلط المتفاعلات مع بعضها. وبعدين أخده أضيفه على محلول مائي لبيكربونات الصوديوم. ده الكلام ده مهم قوي، خلي بالك أما أنا بكررها مرة تانية ليه؟ لأن دي الكلمتين دول مهمين قوي. الصوديوم بايكربونات سوليوشن ده أو محلول بيكربونات الصوديوم ده بيؤكد لي بيخرج ريحة الإستر، وهتلاقي فيه فرق بين ريحة الإستر وريحة الكحول وريحة الخل، في فرق كبير جدا بين الاثنين. مهمة جدا ان انا اقول بستخدم محلول البيكربونات واضيف عليه مخلوط الاسطرة دي بعد التفاعل ما يتم. نمرة واحد لمعادلة الحمض الزيادة، انا مستخدم حمض خليك ومستخدم ايثانول او ايا كان الحمض وحمض كبريتي، فانا بضيف الناتج ده ناتج تفاعل على محلول بيكربونات الصوديوم يعادل لي الحمض الزيادة. دي رقم واحد. رقم اتنين انه وهو بيعمل الفوران اللي احنا شفناه بيخرج معاه ريحة الاستر فبقدر اشمها بسهولة. ده بس فايدتها، هي ليس لها فائدة اخرى يعني. تعالوا بقى بقول لك كيف تفرق بين الميثانول وحمض الفرميك، واحنا ما خدناش الميثانول ولا حمض الفرميك لكن خدنا حمض الاثيتيك والايثانول. طب يا اخي هيجيبه لك مثال سؤال، ما هو الميثانول زي الايثانول والفورميك زي الاسيتيك، طب اتفرق بين الميثانول وحمض البنزويك ازاي؟ هي نفسها نفس السؤال، اتفرق عليهم ده عند اضافه بيكربونات الصوديوم الى كل منهم. يعني هاخد الميثانول في انبوبه اختبار وحمض الفورميك في انبوبه اختبار تاني، اضيف ملح بيكربونات الصوديوم على كل منهم، إذا عطى فوران فهو اللي عندي ده حمض فورميك، إن لم يعطيني فوران أو يحدث تفاعل لا يحدث تفاعل فهو ميثانول. ونفس السؤال أقدر أسأله كيف تفرق بين الإيثانول وحمض الأسيتيك، أو كيف تفرق بين الميثانول وحمض الأسيتيك، أو كيف تفرق بين الإيثانول وحمض الفورميك. شكرا جزيلا وألقاكم على خير في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.